أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بلقاء نظيره الروماني ومشاركته في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى يوم الأحد بشرم الشيخ، معربا عن تقديره للعلاقات الثنائية المستقرة التي تجمع ما بين البلدين، بينما استعدت شرم الشيخ لاستقبال القمة العربية الأوروبية الأولى، حيث يقوم الرئيس السيسي يوم الأحد بمشاركة عدد من زعماء وملوك ورؤساء الدول بافتتاح القمة. وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الجميع بمدينة شرم الشيخ رفع شعار نحن نستطيع، معلنا أن المدينة أصبحت جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة والتي بدأت تتوافد إلى المدينة استعدادا لانطلاق القمة. لمناقشة هذا الخبر وأخبار النشرة نرحب في الاستوديو معنا بسيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بك. أهلا بك. إذن هذا الحدث على أرض مصر يكشف سياسة مصر الخارجية الناجحة خلال السنوات الماضية. دعنا نتحدث عن أهمية هذه القمة لربما وأهم الملفات التي ستطرح فيها. القمة هي الأولى من نوعها، يعني أول قمة أوروبية عربية في تاريخ العرب وأوروبا. ربما في 74 عقب 73 حرب أكتوبر حدث يعني تحاور ما بين العرب والأوروبيين على يعني صياغة علاقات متوازنة ما بعد نصر أكتوبر، فلكن هذه القمة الأولى الحضور كبير. النهاردة شرف مصر جلالة خادم الحرمين الشريفين، وده يعني في بداية يعني ما قبل القمة بيوم بيؤكد أن الحضور على مستوى عالي، يعني بثقل المملكة العربية السعودية كدولة عربية كبيرة، دولة إسلامية كبيرة، وثقلها في مجلس التعاون الخليجي. تقريبا هيبقى في 50 دولة ما بين عربية، يعني منهم 21 دولة عربية، طبعا مستثنى سوريا من ال 22 دولة الأعضاء في جامعة الدول العربية، وهيبقى في حدود 28 دولة أوروبية، بالإضافة طبعا لرئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية. فرصة في ملفات رئيسية أبرزها الأمن، الهجرة، التنمية الاقتصادية. أن تصيغ أوروبا علاقتها مع العرب في الوقت اللي أوروبا يعني ما بعد ترامب بتحاول يكون لها سياسات مستقلة لحد ما عن التبعية الأمريكية، فده بيدينا فرصة إن احنا يبقى في يعني قواسم مشتركة بيننا بين أوروبا. لا شك أن لا يوجد تطابق، يعني حتى في قمة وزراء خارجية الدول العربية مع الأوروبية اللي كانت في 4 فبراير الماضي في بروكسل، كانوا يعني هناك بعض الأمور محل خلاف، فالفرصة لهذه القمة. بالنسبة لمصر ما بعد رئاسة الاتحاد الأفريقي، فمصر يعني بيحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مصر، وطبعا الدولة مقر الجامعة الدول العربية كمصر بعد مؤتمر ميونخ للأمن. فأنا أرى أن مصر يعني والرئيس عبد الفتاح السيسي في حالة نشاط دولي، سواء بعرض رؤية نظر مصر في كل القضايا أو إيجاد حل للقضايا زي القضية السورية، الأزمة السورية، اليمن، ليبيا، القضية الأهم القضية الفلسطينية، فكل هذا هيكون طبعا حاضر في هذه القمة. ونتمنى يعني دورية انعقاد القمة، لأن طبعا أوروبا هي الشريك الأول للعرب اقتصاديا وسياسيا. وتزامن